صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وهو من كبار علمائنا، كان يعيش في حدود حوالي 100 عام قبل. هذا الرجل العظيم في العلم والعظيم في العمل كان يعيش في وطنه، كان يعيش بين أهله وذويه. الحس الديني، الشعور بالمسؤولية، دفعت إلى أن يهاجر وطنه. ولا يعرف معنى الهجرة إلا من مارس الهجرة. الهجرة معناها حياة جديدة، حياة الجديدة صعبة، هذا شيء واضح. هاجر من وطنه إلى طهران، فانتهت نفقته، ما عنده نفقة، ما عنده مال. بقي في طهران مدة ولم يحصل على مال حتى يهاجر إلى الحوزات العلمية في العراق. فتحدث مع رجل في طهران، عالم كبير، قال له إذا أكو هنالك عبادة استيجارية أنا حاضر. والعبادة الاستيجارية معناها أنه إذا ميت أكو في ذمته صلوات، صيام، ما أشبه ذلك، الأب أو الأم أو غيرهما في ذمتهم صلوات أو صيام، إما حتما وإما احتياطا، يدفع شيء من المال للشخص لكي يقوم بهذه الصلوات والصيام ونحوهما، لأن الميت هناك مسجون، ما لم تؤد عن حقوق الله وحقوق الناس هناك مسجون، هناك معذب، هناك مؤاخذ. فإذا الابن الأكبر واجب عليه، الابن الأكبر، الولد الذكر، واجب عليه أن يقضي صلاة أبيه وأمه وصومهما. إذا ما يحب يدفع لواحد مالا لكي يقضي حتى تفرغ ذمة ذلك الميت. قال إذا أكو هنالك عبادة استيجارية أنا حاضر أن أخذ هذا المال وأودي تلك العبادة حتى أتمكن أن أواصل طريقي. وطبعا العبادة الاستيجارية صعبة، لا يعرف معنى العبادة إلا أن تطالعوا كتاب سياحة في الشرق، لاحظوا هذا الكتاب حتى تعرفوا أنه ما معنى العبادة الاستيجارية. يقول أصعب من جميع أعمال السخرة الشاقة. السجين عندما يأخذوا يكلفوا بأعمال شاقة، أعمال السخرة، ينقل الصخور من مكان إلى مكان آخر، شقد صعوبة هذا العمل. العبادة الاستيجارية أصعب من ذلك، ولكن هذا الحس الديني يدفع الإنسان إلى تحمل كل الصعاب إيثارا لهوى المحبوب على هواه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، يوثر رضا الله سبحانه وتعالى على رضاه. وإلا عايش في بلده، عايش في وطنه، واي يعيش في وضع أفضل. المهم في يوم من الأيام جاء ذلك العالم إلى صاحب الكفاية وقال وجدت لك عبادة استيجارية بمبلغ 100 تومان في ذلك الوقت لمدة 20 عام صلاة وصوم. يعني كل عام كم تومان؟ يصوم شهر كامل ويصلي سنة كاملة صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، مقابل كم؟ مقابل 5 توامين. صاحب الكفاية قال ما يخالف، أخذ 100 تومان وذهب إلى العتبات المقدسة في العراق وواصل التحصيل وواصل حتى استطاع أن يخدم الأمة هذه الخدمة العظيمة. إحنا نشوف صاحب الكفاية، نحن نرى الكفاية، نحن نرى مواقفه وخدماته، ولكن هذا خلف الكفاية. 20 عام من الصلاة والصوم، لماذا؟ للتفقه في الدين.